احكي لي بقى، عملت ايه لما عرفت ان كمان متجوز عليها؟ سكتت. سكتت؟ تبقى ناوي على مصيبة. اسألني انا، مالك؟ في ايه؟ سرحان ليه؟ في عاطف. ايه حكاية الشركة اللي انت بتقولي عليها دي؟ احنا نفضل طول عمرنا موظفين عند كمال وريماس؟ احنا اللي شايلين الشركة دي كلها على كتافنا، فيها ايه يعني دلوقتي لما نفكر ان احنا نعمل شركة احنا الاتنين؟ طب والله عندك حق. ها احكي لي بقى، في ايه تاني انت مش قايله لي؟ ريماس سألتني سؤال مهم جدا، هو كمان متجوز نريمان عرفي ولا رسمي؟ وهو متجوزها عرفي ولا رسمي؟ رسمي. اوبا. عقد موثق عند محامي، والمحامي هو اللي قام بالليله دي، والمحامي ده صاحبي وزي الخاتم في صباعي. عارفه هي عايزه تتاكد ان نريمان ما عاش اي اثبات للجوازه دي. وطبعا سهله، محامي صاحبنا والدفاتر دفاترنا. طبعا هي بقى عايزه تقابل المحامي ده بكره. بس فرصتك يا معلم، اللحظه دي هي اللحظه المناسبه انك تطلب منها الفلوس، والنوي انها ترفض لك طلب. والله انت بنت حلال. بس هاني فين؟ جوه. دليلة. ديما. بونجور. بونجور يا حلوة، اخبارك ايه؟ كويسة الحمد لله. قوليلي بابي جه؟ لا، مامتك هي اللي جوه. وبعدين بقى مالك في ايه؟ كنت محتاجة فلوس. شطبتي عليا، انا ما معيش حتى كريدت سحبتلك منه. لا ما تهزريش. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ تعملي ايه في ايه؟ مالك؟ بصراحة كده انا زهقانة. بقول لك ايه، مش عايزه تخطفي اسبوع كده في القريه عندنا؟ يا بنتي الشغل فوق بعضه، انا ما عنديش اجازات خالص. طب اعمل ايه دلوقتي؟ خشي لمامتك يلا. لا يا شيخه، بابي اسهل بكتير. بقول لك ايه، انا هستنى فوق. طب يلا عدي عليا ما تخلصي. اوكي يلا باي. شيخه عايزك تقول لي كل حاجه بالتفصيل. انا قلقان جدا يا فندم. اوعى تقلق، لازم تبقى عارف ان انت اهم موظف هنا في الشركة، وانا عمري ما هسمح لاي حد انه يهدد مركزك. انا تحت امر حضرتك. مين الهانم؟ عرفها امتى؟ اتجوزه ازاي؟ هي تبقى بنت ممدوح الدسوقي، كان موظف وزارة التربية والتعليم وعندها 28 سنة. وحامل. ما قلتليش يعني الخبر ده امبارح يا فندم. اعصابي كانت تعبانه لما عرفتي خبر الجواز، ما كانش فيه داعي خالص يعني اسير اعصابك اكتر من كده. قاعدين فين؟ في شقه في الدقي. معاك عنوانها؟ اه طبعا يا فندم. عملت ايه مع المحامي؟ حضرتك هتقابليه النهارده بالليل. تعبك معايا انا يا سامي. خالص يا فندم، انا تحت امرك في اي وقت وفي اي مكان، انا من ايدك دي لايدك دي. بس انا كنت عاوز اطلب طلب بسيط كده يا فندم. حقك كام؟ لا يا فندم انا مش عايز فلوس، انا بس شايف ان اعصاب حضرتك تعبانه شويه، فيعني لو فيها اساءة ادب اعزم حضرتك النهارده على العشاء في مكان هادي علشان تهدئ اعصابك. انا شايف يا فندم ان انت محتاجه ده قوي. صحبتك جد، لم نفسك يا خفيف. ايه يا سامر؟ مش قلت لك 100 مره ما تجيش هنا؟ في ايه؟ انا عملت ايه؟ ما ينفعش يا سامر. بعدين ايه؟ انت بتتكسف ولا ايه؟ الناس عماله بتبص عليكي. اوقات بصدقك يعني ان انت بتغير عليا بجد. طب بعدين وانا هجيلك. يلا يلا خلاص خلاص. ايه ده؟ روح وراها. انا اسف والله. اسف ايه يا ابني؟ انا اللي اسف. روح وراها، ما تبقاش عبيط. روح اعتذر لها، قول لها انا ممكن اسيب الشغل عشان خاطرك. روح حضرتك فاهمني غلط والله. يا ابني انا فاهمك صح، ما تبقاش غبي يا ابني. البت من دول عامله زي البطاطسايه، لما ترميها في الزيت تطرى. انت بقى معاها ويلا.
طب مين هيقف مكاني طيب؟ يا سيدي اي حد هيقف مكان، انا هقف مكان، ماليش دعوه انت. يلا بالسلامه، خلي بالك بالبطاطس. بالسلامه. فريد عمرنا يا شيف. اشتغل شغل سلامه وحضر له الطلبات بتاعته لغايه لما يجي. عشان خاطر عيونك انت بس يا شيف. لا عشان خاطر عيون البطاطس. زعلانه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ على فكره ممكن اوديك في داهيه دلوقتي. ليه بس كده؟ طبعا عشان بتعاكس زبونه، وزبونه مش اي زبونه يعني، دي معروفه في المكان كمان. يعني هيرضيكي نخسر شغلي يعني؟ شغلي ايه اللي بتتكلم عليه ده؟ انت بالك مستسلم للحياه كده ليه؟ ما يا سلمى لازم تعرفي ان ما ينفعش اقعد. لازم اشتغل لحد ما نعرف نعمل اللي احنا عايزينه. ما انا قلت لك الحل الوحيد في الهجره. وبعدين انت اكيد انت محتاج ده اكتر مني. يعني وانا اللي مصعب الدنيا يعني؟ يعني ما كل حاجه صعبه. لا مش صعبه على فكره. لا صعبه. جربي كده تروحي السفاره وتقدمي على فيزا، شوفي الطلبات اللي هيطلبوها واللي هيحصل لك. يعني ايه؟ عارفه الحل هو ايه؟ ايه هو؟ نتجوز اجنبيه بقى. بطل خفه بقى بطل. طب روحي بقى، انا كده ساعه واخلص الشفت وهحصل لك. طب انا هروح لماما الشركه عشان من امبارح كنت متضايقه قوي وانا عايزه اطمن عليها وارجع. ماشي؟ بقى كلمني بقى، بس لحلح نفسك شويه. ايه 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 لحلح؟ لا سؤال سؤال، ست الوالده بنت الحسب والنسب، لو سمعت كلمه اتلحلح دي هتعمل فيك ايه يا ترى؟ عادي تتبرى مني، ايه المشكله؟ يلا باي باي. ايوه دليل، هي لماس هنا من امتى؟ وسامي؟ طيب ابعتي لي سامي. عاطف باشا، أرجو إن أنت تقبل اعتذاري على اللي حصل امبارح، ويا ريت كمان تقابلني النهارده. لا 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 ضروري جدا، ده بعد إذنك. أوكي، مع السلامة. مع السلامة. هلو يا سمس. أهلا. مين ده بقى اللي أنت المفروض تقابله النهارده ضروري؟ ده عميل. عميل ولا مزة؟ يا ولا. والنعمة الشريفة أنا هترفض بسببك وهترمي في الشارع ومش هلاقي أكل. ما تقولش كده. وبعدين يا سيدي لو حصل أنا مش هسيبك، أنا أصلي جدع قوي. عاوزة إيه هاتي من الآخر؟ عايزة فلوس. نعم أبوك وأمك موجودين، أطلب اللي أنت عايزاه منهم. مامي مش عايزة تديني فلوس، وبابي قرفان مني ومش طايق يتكلم معايا، وأنا بصراحة مش قادرة أخش معاه في حوارات، تعبت من الكلام. هو أنت فاكرة إن أنا هقدر أديكي مليم من غير هو ما يقول أو مامتك توافق؟ يا سلام، وهي أول مرة يعني؟ بقولك إيه؟ المرة اللي فاتت نبه عليا وأكد إن أنا ما أديكيش ولا مليم. طيب هات بس الفلوس وهتتحل، مالكش دعوة. وبعدين يا سيدي أنا مش قاعدة لكم أصلاً. أنا هسافر القرية، عندنا شغل كتير قوي. أصل الأوتيل فولي بوكت. إيه؟ الأوتيل فولي بوكت. روحي خدي من الخزن اللي أنت عايزاه. ما هو كده كده هو ده اللي هيحصل. بس أنت مش فاهم، أنا أصلي محتاجة أشتري شوية حاجات كده قبل السفر. وبعدين أنا عارفة إن أنت قلبك طيب وحد عسول وبيحبنا قوي، وعشان خاطرنا ممكن تعمل اي حاجه. ما تجيبي بوسه من ودنك. ابقى فكرني اركب لك لمبه حمراء زي اللي كانوا بيحطوها في الافلام زمان، عشان لما حد يدخل عليك فجاه ما يشوفكش في وضع مش مناسب. كمال بيه عايزك دلوقتي في المكتب. دلوقتي بريئة انت، بريئة. عارفة باللي انت بتعمليه ده هي ممكن تفسخ الخطوبة. يا ستي ما تقلقش، وبعدين لو فسخت الخطوبة انا كده كده حجزك. اسكت، مش عيني طلعت منك. انت بقى حطاني في دماغي. لا يا سمسم، في فرق كبير من ان عيني تكون منك او انك تكون عاجبني. انا دماغي اكبر من كده بكتير. يلا بقى بسرعه، روح دلوقتي لبابي قول له اني زنيت عنيك لحد ما خدت 50,000 جنيه. 50 ايه؟ 50 عفريت لما يركبوكي. انا ما اقدرش اقول له كده، وخصوصا النهارده. وايه المشكله يا سمسم؟ انا عارفه انك بتحبني وانك ممكن تستحمل اي حاجه عشاني، ما تبقاش غلس بقى.
لا 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 هتيجي. ايه دي عيلة مجنونة يا ناقصة. تعالى بس اقولك. تحت امرك يا فندم. انا عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. حضرتك انا اسف بس. بس ايه وزفت ايه؟ رماس هانم هي السبب وما كنتش عارف اتصرف ازاي. ما كلمتنيش في التليفون ليه؟ نمره الخاصه معاك انت لوحدك، او على الاقل كنت جيت البيت التاني يعني. هندم والله رماس هانم كانت مجرجراني وراها طول الوقت وما عرفش اتصل بحضرتك، ومش معقوله طبعا هتصل على رقمك الخاص عشان ما تاخدش بالها، وكمان صعب اجي لك عند نريمان هانم. وكمان المفروض ان انا اصدقك مش كده؟ اقسم بالله هو ده اللي حصل، وانا ما كنتش عايزها تحس باي حاجه، ان انا مخبي عليها حاجه يعني. رمس عرفت ان انا اتجوز صح؟ عرفت منين بقى؟ انت الوحيد اللي تعرف الموضوع ده. والله يا فندم انا ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. انا قلت لحضرتك اللي دار بيني وبينها من ساعه ما قالت لي انا الكل اخبارك الماليه، وحضرتك كل اللي انت بتقول عليه انا بوصله بالحرف الواحد، غير كده انا ماليش دخل بالموضوع ده خالص. سامي رماس عرفت ازاي؟ اسمح لي، اكيد كان باين على حضرتك حاجه. انا اسف ان انا بقول كده، بس ساعات دليله بتاخد بالها من حاجات مش في دماغي خالص لما اكون على علاقه بواحده تانيه غيرها. حاجات زي ايه؟ يعني كلامي، نظراتي، اهتمامي بيها، الحاجات دي بالنسبه لنا حاجات عاديه، لكن بالنسبه لهم هم الحاجه الصغيره بتبقى قد كده وبتكشف كل الحكايه. واكيد رماس هانم مجاندها حد يراقبك. طيب يا سامي روح انت. تحت امرك. سامي افهم، كلم المحامي خليه يبعت لي النسخه بتاعت عقد جوازي انا ونريمان. ان شاء الله الاسبوع الجاي هنعلن جوازنا. ده خبر سعيد جدا يا فندم. احجز لي افخم قاعه في مصر، جهز كل الترتيبات وعد عليا بالليل في النادي. بالليل؟ اه بالليل يا سامي. في ايه؟ رماس هانم عاوزاني بالليل وخايف اعتذر، وتعرف ان انا كنت مع حضرتك. اه طيب طيب روح شوف عايز ايه وبقى تعالى لي. حاضر. كمال بيه انا اسف مره تانية. انت واخواتك هتجننوني، اللي اقوله يتنفذ من غير مناقشه. طب يا ماما اعمل ايه انا؟ ما حضرتك عارفه ان الشغل مع ديما صعب قوي، صعب قوي اشتغل معاه. هو انتوا مش واخدين بالكم ان الفلوس والشركه وكل حاجه عندي في الاخر انتوا اللي هتاخدوها، لما انا لسه عايشه وما انتوش عارفين تشتغلوا مع بعض؟ امال لما اموت هتعملوا ايه؟ بعد شر عليك يا ماما. وبعدين ممكن لو سمحت تهدي شويه، انا مش عارفه انت مالك عصبيه قوي كده ليه النهارده. واختك الثانيه كمان لازم تحدد موقفها، يديكي تترزع هنا معايا في الشركه وتتعلم الشغل، يا تروح القريه السياحيه تتعلم الاداره هناك. حاضر يا ماما اعملي كل اللي انت عايزاه. ممكن تهدي شويه؟ هو حضرتك لسه زعلانه مع بابا؟ مالكيش دعوه، ما تكلميش في الموضوع ده خالص. طب ممكن تهدي شويه؟ ما انا هاديه اهو. ممكن تقولي لي السبب اللي خلى في خلاف بينك وبين بابا؟ عايز تعرفي فعلا؟ يا ريت. ابوك يعرف عليها واحده، يعني ممكن يجيب لي دره، يجيب لكم مرات ابو، طبعا سنكوحه من الشارع، لا اصل ولا فصل. ماما انت متاكده؟ متاكده. لا مستحيل، اكيد اللي قالك الكلام ده قصدي يوقع بينك وبين بابا. لا 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 انا متاكده للاسف، محدش عايز يوقع. ابوك هو اللي اتجنن على كبر. يلا روحي شوفي وراكي ايه، سيبيني اشوف حل في المصيبه اللي انا فيها. عن اذنك. ياه احلى كوبايه شاي بشربها في الوقت ده. والله انت جميل يا عم سعيد زي العسل. انت العسل. قول لي بقى اخبارك ايه وناوي على ايه؟ والله ما انا عارف يا ابني. انا ما بحبش اسمع الكلمه دي منك، انساها خالص. يعني ايه مش عارف؟ بتحدد اللي انت عايزه. حيلك حيلك يا عم سعيد. هو انا الوحيد اللي مش عارف انا عايز ايه؟
ما البلد كلها مش عارفه. يا ابني انت مالك ومال البلد؟ ما تحدد انت عايز ايه؟ مالك ومال البلد وكلام الناس؟ ده كلام ملوش لازمه. تقصد ايه؟ اقصد ايه؟ البيت. سما؟ ايوه سما يا رومانسي. سما عايزه تهاجر. مجنونه. كل النسوان مجانين. قصدك غنيه جدا. وانا حاسس في فرق كبير جدا بيني وبينها. لا في فرق ولا حاجه طالما بتحبك. هي اقرب منك اكتر مما انت تتخيل. والدتها بنت واحد من البشوات بتوع زمان. يا ابني مفيش الكلام ده دلوقتي، لا بهوات ولا بشوات. البني ادم بنفسه وبعمله. بالعكس البشوات والبهوات هم مفيش اي حاجه اتغيرت. صدق انت خانيق وقفلتني بجد. انت مش دايما اللي بيحصل ولا ايه يا عم سعيد؟ البشوات والبهوات دول بنوا لنفسهم كومباوندات باسوار بحيث محدش لا عارف يختلط بيهم ولا يقرب لهم. لا مش صحيح. عشان بكره لو بقيت مليونير ومعاك فلوس كتير ورحت اشتريت فيلا زيهم هتقول انا ما اشتريتش من زمان ليه وسكنت هنا زيهم. يعني ايه؟ يعني نظرك ضعيف وبتبص تحت رجليك. عامل زي العيال الهايفه اللي قاعدين فيها مثقفين وقاعدين على القهوه وكل يوم يتكلموا عن حال البلد وظروف البلد وهم لا بيشتغلوا ولا بيعملوا حاجه. بينظروا بس. يا اخي شوف الناس اللي جايين من بره وبيشتغلوا هنا ليل ونهار عشان يجيبوا لقمه حلال ويبقوا بني ادمين. يا ابني الدنيا دي حاجتين. ايهم؟ حب حقيقي وسعي جاد. وربنا بيقول لك ايه؟ اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، مش نام يا عبد وانا نام معاك. اكتر من اللي انا بعمله يا عم سعيد. انت بتعمل ايه؟ انت بتشتغل عشان تقول انا شغال لكن بتجري ورا هدفك؟ لا. ايه هو هدفك بصراحة؟ انا عايز اهاجر. ليه؟ عشان الحياة بره احسن. سمعت لكن ما شفتش. دي الحقيقة على فكرة. لا انت لا سمعت ولا شفت. هما بس بره عندهم قانون. انت جايز يكون عاجبك القانون ده تقول يا تبقى حياه منظمه ونقف في اشاره المرور ونعمل حاجه بنظام، ده اللي عاجبك. لكن انت هتسافر وانت كده مش بني ادم. انا قبل لما سافرت كنت طباخ شيف. طباخ اشتغلت بقيمتي وكرامتي وكان في ناس زيي بيناموا على الرصيفه واللي يروح منهم يتجوز واحده اكبر منه بكتير عشان الفلوس وعشان تعمل له اقامه. لكن انا لا، وظيفتي في ايديا والدكتور اللي كان بيسافر كان بيشتغل دكتور. معنى كده يا ابني ان لازم تبقى هنا بني ادم الاول عشان تسافر. لو انت هنا مش بني ادم عمرك ما هتبقى هناك بني ادم. قولي انت بتحب سما؟ بصراحه يا ابني انا بهزر. بصراحه والله ما انا عارف. بص بقى، طالما قلت انا مش عارف وطالما بتيجي بالليل وتحط ايدك ورا ظهرك كده وتقول الله ايه ده، هو انا بحبها؟ لا 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 ما بحبهاش. تبقى بتحبها. خلي بالك منها واجري ورا حلمك عشان تبقى بني ادم. فاهمني؟ الست هانم العروسه حامل في ولد ولا بنت؟ أنا مش فاهم تقصدي إيه؟ لا يا سامي فاهم كويس أوي أقصد إيه وعايز أقول إيه؟ ولد. أهو كده يا سامي. على فكرة أنا كنت بتكلم مع نوران في موضوع يخصك. يخصني أنا؟ أيوة، قالت لي إن أنت محتاج فلوس عشان تبدأ بيه البيزنس بتاعك وتعمل شركتك. لا 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 سيبت منها يا هانم. وليه سيبني منها؟ حقك، هو عيب. أنت شاطر وذكي ومن حقك يبقى عندك شركتك. أنا مش عارف أشكرك إزاي ومش عارف أقول لحضرتك إيه. مش عايزك تقول، عايزك تعمل. أنا داخل بنفر في أي حاجة. مش عايزة البنت دي تولد. يعني إيه؟ يعني الولد ده لو جه هيهد كل اللي أنا بنيته، وأنت عارف كويس إن كمال عمل فلوسه وشغله بإسمي وسمعة عيلتي وفلوسي. آه طبعًا يعني. يرضيك إن بنت زي دي من الشارع تيجي تاخد كل اللي أنا تعبت فيه؟ لا طبعًا، دي تاخد بالجزمة. سامي انت صديق مخلص بجد. حضرتك تأمري وانا هنفذ على طول.
ايه ده بقى، انت هتسافري بجد مع ديما؟ ايوه طبعا، امال بهزر. انا افتكرت لما ماما تقول لك هتقولي لها لا. بيني وبينك انا اتخنقت من البيت ده، عايزه اغير جو. بس خلي بالك بقى هتضايقي في الشغل مع ديما. اذا كنت بقول لك انا رايحه اغير جو، يعني مش رايحه اشتغل اصلا. الرخامه دي هتسيبوني انتوا الاثنين هنا لوحدي؟ طب ما تيجي معانا. لا عندي حاجه لازم اعملها. حاجه ايه والنبي؟ حاجة خاصة كده. حاجات خاصة. عارفة أنا حاسة إيه؟ إن إحنا مرة هنبقى قاعدين كده كلنا في الفيلا ولاقيكي داخلة علينا بعيل وتقولي لنا ده ابنك. أنت مجنونة؟ إيه الكلام الأهبل ده؟ أنا مجنونة؟ لا مش مجنونة على فكرة. أنت على طول يا إما قاعدة سرحانة، يا إما قاعدة بتقري في كتب، ولما بتتكلمي بتقولي كلام كبير جدا ما بفهمش منه أي حاجة. مش بدل السهوكة بتاعتك دي؟ هو في أحلى من السهوكة؟ ويا سلام بقى لما تلاقي حد تتسهوكي عليه. مالك سرحتي فين؟ مش عارفه قلقانه قوي ومش عارفه ماما ناوي على ايه. هي وبابا ما قابلوش بعض في الشركه النهارده؟ هو كان عايز يقابلها وهي مشيت وسابته. انا مش فاهمه مامتك بتعامل بابا كده ليه؟ ده ولا كانه ابن الجناين. عشان ماما فاكره نفسها انجي وهو علي. يعني ايه مش فاهمه؟ هي طول الوقت بتقولي ان حكايتها هي وبابا زي فيلم رده قلبي. هو راجل غلبان وهي جوزته وخليته بني ادم وعنده قيمه وعلته كده، يعني الجو ده. بتهزري؟ اه، وانتي فاكره ايه؟ اه يعني ماما شايفه ان هي طبعا تنازلت لما اتجوزت وخدته من العشوائيات للسرايات. اقول لك بقى على سر؟ قولي. ماما بتحلم ان الملكيه ترجع تاني، وان عيلتها وتاريخ عيلتها العريق هياخد مكانته من تاني. بتهزري؟ طبعا قلت لها مفيش حاجه اسمها كده، ولو عايزه يبقى لك مكانه تاني ادخلي لعمل السياسه. بتهزري؟ ليه عملتي كده يا بنتي؟ انت عارفه ان مامتك مجنونه وممكن تعملها. يا اختي سيبيها تتليها عن بابا شويه. على رايك. هلو هلو. الله الله، ايه الشياكه والحلاوه دي كلها؟ كنت فين بقى كده ورايحه على فين؟ بدانا. انا كنت في اوضتي جايه اقول لك انجزي عشان هنسافر الفجر. يلا تشاو. طب تعالي تعالي هنا، ما دام احنا مسافرين الفجر رايحه فين دلوقتي؟ اسئلتك كتير يا ايمان على المساء، بس مش مشكله، رايحه اشحن لمؤاخذه. اشحن؟ انت هتخرجي كده؟ ماله كده، في ايه؟ ايوه يعني رايحه حفله، رايحه مناسبه، رايحه حاجه كده يعني؟ اه طبعا عندي مناسبه مهمه جدا، مش عارفه في مرض في العيله الاسئله يعني، بس على العموم انا رايحه اقابل صاحبي. يلا تشاو. تشاو. تصدقي البنت دي هي اللي عايشه في البيت ده؟ منحرفه منحرفه يعني. اه والله. هاي يا سام. هاي. وحشتني موت. انا زعلان منك على فكره. ما تقولش، اخيرا عرفت ازعلك. انت ما بترديش عليا ليه؟ انت هتاخدني بالصوت ولا ايه؟ قال يعني انت اللي بترد على تليفوناتي. هات لي درينك. طب ما انت عارفه ان انا ببقى مشغول. اه طبعا مشغول مع المضيفات بتوعك. بصراحه مش هضحك عليكي، بتضايقني على فكره. يعني اكدب يعني يا بيبي؟ انا واحد بحب الستات وهم كمان بيحبوني، بيحبوني قوي على فكره. معاك حق، انا غلطانه ان انا جيت قعدت معاك. بقول لك ايه، هو احنا كل ما نتقابل هنتخانق زي المتجوزين ولا ايه؟ وايه المشكله؟ ليه ما نتجوزش فعلا؟ يا جواز ايه وبتاع ايه؟ والجواز ده على فكره افشل مشروع موجود في العالم. عارف ومتاكده من كده كمان. طب ولما انت عارفه بقى الكلام ده بتدوري على الجواز ليه؟ نجرب، مش يمكن احنا نغير الفكره؟ بذمتك عمرك شفتي حد متجوز مبسوط ولا بيشكر في مراته، ولا واحده متجوزه بتشكر في جوزها؟ على رايك ده لسه بابي ومامي دابين حته خناقه، شكلهم كده هيتطلقوا. احسن احسن. ايه يا ابني انت مفيش كده خالص، مفيش دم. والله يا بيبي صدقيني ابوكي وامك دول لو اتطلقوا العلاقه بينهم هتبقى احسن 100,000 مره، وهيرجعوا يحترموا بعض تاني. وعارفه هتلاقيهم بقى كده ايه، كل واحد عارف ان عنده خصوصياته، وتلاقيها هي بتقول له مثلا ايه لو سمحت، هو يقول لها اتفضلي يا هانم،
ياخدها ويروح يتعشوا بره، فيقوم يقف ويستقبلها، يشد لها الكرسي ويقعدها، ما خلاص ما بقتش مراته. هو ليه كده؟ والله عشان الجواز ده معادلة كيميائية فاشلة، وكل اللي اتجوزوا بيحاولوا يثبتوا انها ناجحة، بس للأسف مفيش أمل. بقولك إيه؟ أما أنا جبتلك حتة هدية. إيه؟ إزازة فودكا إنما إيه؟ طب هنفتحها إمتى؟ وراكي إيه بكرة؟ هحاول بكرة. لا مفيش حاجة اسمها هحاول، هزعل. ده أنا جايبها عشانك يا بيبي. ماشي. تشيرز. تشيرز يا راحة. هات لي فنجان قهوة تاني من فضلك. أنا ملاحظة يعني ما أنت بتشربي قهوة كتير. هعمل إيه من غلب يا سام؟ ساعات بحس إني هموت. بعد الشر عليكي. كل حاجة ضغط عليا، ضغطي بقى عالي طول الوقت. أنا أكتر واحد فاهم وحاسس بالعيشة اللي أنت عايشاها. أصل أنت برضه ما شفتنيش أنا كنت عايشة إزاي زمان. عارف جدتي كانت دايماً تقول لي إن في سراية بابا كنت عايشة زي البرنسسات، كأني أميرة بالظبط. إيه اللي يرضيك يا هانم؟ يرجع حافي ببدلة مقطعة زي ما كان. مفيش أسهل من كده. والبنت هي وأهلها يتربوا. بسيطة خالص. بس أنت يا هانم ناسية حاجة مهمة قوي. إيه هي؟ النهاردة اليوم اللي جدة حضرتك خدت فيه وسام الكمال. اوه نو. انت ازاي عرفت الحكايه دي يا سامي؟ ده تاريخ يا هانم، تاريخ لا يمكن يتنسي. اه يا قلبي انت مش متخيل يا سامي، انت رجعتني قد ايه الايام حلوه بتاعت زمان. عارف الوسام ده كان احلى وارفع وسام في البلد، الملك كان بيديه بس للاميرات اللي من عيله المالكه. انت يا هانم كان لازم تعيشي في العصر ده. انا مش عارف ازاي كمال بيه مش واخد باله من الجوهره اللي هي عايشه معاه. والله يا سامي انا تعبت معاه قوي، ياما حاولت اغيره بس ما قدرتش، ودلوقتي خلاص بقى زمن متلخبط، محدش عارف قيمه الغفير من السفير. فين زمان جمال وشياكه زمان؟ الله عليك يا هانم، اسعد ايام حياتي لما بساعدك عشان تفضفضي. انا عايزه اقوم بقى عشان اتاخرت لازم يعني اقوم، مع ان بجد القعده معك حلوه قوي يا سامي. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. انا اللي مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. مساء الخير. اهلا. هاي. صباح الخير يا دليل. امال فين سامي؟ سامي حصلني على طول. انا الحقيقه كان نفسي اقعد معاكي بس انا وقتي ضيق جدا. لا معقوله؟ اقعد معايا شويه، هو عنده ميعاد هيخلصه وجاي على طول. طب على فكره بقى اللي عمله سامي معايا مش كويس. انا اللي بقدمه للشركه محدش يقدر يقدمه غيري. معلش انا مش عايزاك تكون زعلان، هو لما يجي يقعد معاك هيشرح لك كل حاجه. كده؟ طب اتفضلي. تحبي تشربي ايه؟ اي حاجه. واين؟ هات كاس واين. على فكره انت كان المفروض تيجي تاخدني من البيت مش تسيبني اجي لحد هنا. ليه يعني؟ هو انت صغيره؟ لا مش صغيره بس حسسني كده يعني اني مهمه. انت مهمه جدا بالنسبه لي. بجد؟ امال ليه انا حاسه انك بتعاملني زي اي حد؟ مش حاسه كده ان انا سبيشال عندك؟ بالعكس ده انا بعاملك احسن معامله. اوه ازاي بقى؟ اشربي حاجه؟ لا يا سامر. كاس. هو انت بقى جايه تعكنيني علينا النهارده؟ لا يا سيدي بس أنا أحب أفهم. جرايه يا ديما،
انت عمرك ما كنتي زنانه كده. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل اني حاسه انك بتعاملني زي اي حد، وانك ممكن تستغنى عني في اي وقت. بالعكس، ده انا بعاملك احسن معامله. احسن معامله؟ ازاي بقى؟ هقولك بعاملك احسن معامله ازاي. انا بعاملك كانك انا، يعني من غير تكليف كده، من غير بقى ما اقعد افكر هي زعلانه من ايه، ولا بتحب ايه، ولا ما بتحبش ايه. حبيبتي انا مش عايز حاجه تقيد علاقتنا. طيب لو انا حباك تفكر بالطريقه دي؟ لا، يبقى انا اللي بفكر غلط، وانتي ما تنفعيش صديقه ليا. أنا حاسة إنك عايزني أمشي. لو هتفضلي بالمنظر ده يبقى أمشي. أنت عايزني أبعد عنك يا سامر؟ خلاص زهقت مني؟ إيه الكلام الخايب ده؟ ديما أنا كنت بحبك علشان أنتي دماغك مش زي البنات اللي دماغها فاضية. ديما حبيبتي انا وانتي صحاب، يعني اللي عايز حاجه من التاني يعملها له. انتي عايزه مني حاجه اعملها لك، وانا عايز منك حاجه تعمليها لي. انت عمرك ما حبيت؟ لا، ولا احب ولا عايز احب. بس انا ساعات بحس اني عايزه افضل معاك على طول. طبيعي، عشان احنا مبسوطين مع بعض. طيب ما نخلينا مع بعض بس على طول. هو مين قال ان انا هسيبك؟ دي محبتي انا ما بحبش الارتباط، وانت كمان لازم تعملي كده. يعني ايه تربطي نفسك بواحد طول حياتك ولازم تاخدي منه اذن ويبقى عارف انت بتعملي ايه وما بتعمليش ايه؟ عشان الناس كلها كده يا ابني. ما الناس كلها عشان كده مش مبسوطين. دي ما حبيبتي انا لفيت نص بلاد العالم والنص التاني في الطريق، وشفت الناس بره بيعيشوا حياتهم ازاي وبيعملوا ايه، واحنا كمان لازم نعمل كده. وصدقيني لو عملنا كده هتتبسطي قوي.